ما في سالفه. انا بوريك الافضل الحين قريب قريب. ايه بدك تجري بدل الموتر. تقعد بدون كفرات. الموتر ذا ليش ما يعجبك؟ يا اخي الموتر لا اذا بيذبحني انا جاني اشوف الموتر ركبت شفت الموتر. يا اخوي انا ما ابيه يا اخوي. خلاص الله رزق الموتر الثانيه. ايش بدل الموتر؟ ما ادري على الناس ولا شيء. شوف هذا موقع الارتا. شوف. نبعد عنها الحين دقيقتين. شوف احنا قريبين من عندها. شوف اشوف اشوف هي اشوف الحين نروح لها. يلا يلا انت اللي وجهنا. انت ال... انت الملاحه. ملاحه ولا شيء رح منه. ملاحه كذا ملاح يسار. كذا تمام كله سيده كله سيده. ايه خليك كذا عشك 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 فوق بدي حلقه. الف وين استغفر الله على سواقتك منها عن هنا عن هنا 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 الارض وين الارض وين قريبة قريبة هنا ما يا اخي انا ما عمري خفت حياتي الا اليوم اكلمك. وين الارض؟ امسك يلا وجهنا صح. شو وجهك لف وقف وين وين هي هي معلمة معلمة ترى معلمة سيدة سيدة حيث هي عزبة ترى الحين عزبة هي عزبة انت دخلتها وراك انت لفيت وراك وينها؟ اشوف اشوف لك ايش دقيقه اشوفها وين هذا الحين وراي اجل هذه العزبه شوفها العزبه ذي وينها في العزبه اي واحده في العزبه ذي بهذه اي واحده وين ذيك عند العقم اللي عند العقم وين وين بشرك ابو خالد ان احنا في وسط الارض وهذا العمود الاول حقها احنا في وسط الارض الحين وهذا العمود الثاني شوف هناك يعني الارض هنا شوف هذا العمود الثاني يعني الارض هنا الارض هذه 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 شيء في البر شو مشكلتك انت يا اخي عمرك يا هبول يا 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 تجي بعد 100 سنه ما توصل عمر هنا 100 سنه ليه 100 100 سنه ما توصل عمر ليه ابو خالد ليه هذيك الاسطبلات طيب هذه اسطبلات شوف المباني قريبه مو بعيده هذه سنه دي اسطبلات من بيوت دي دي اسطبلات 30 سنه هذيك اسطبلات اسطبلات لا ابو خالد اسطبلات هنا طريق قطر هناك كل ذا اسطبلات هذه استراحات هذا 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 الطرف ابو خالد الطرف هذا ورا الطرف الطرف انا هناك الطرف. طيب الحين دقيقه دقيقه هذا العمود الاول تمام العمود الثاني هناك سوي بس انت الحين لا تحرق دمي شوف هذا الثاني شوف يطل يطل على وشه جبل ايش جبل سوير وخواتها لا جد والله ايه هذا قلت يقول سوير وخواتها لا جد شو اسمه هذا جبل الاربع جبل الاربع ايه. وجبل النصله وبعد هناك شوف العمود هناك عند الربع العمود الثالث هناك هذا تشوفونه عند الربع والعمود الرابع مختفي ما ادري واحد داعس عليه ولا ما شفت تشتري ان شاء الله تبني شري بس تبني ان شاء الله شبني ولا لعيالك لعيالي ذي الله يخليهم يخليني انا لعيالك انا اتخل قلت تعلم عيالك تقول ابو خالد جاي اذكرها روح دوروا عند ابو خالد ماني دخل عشان عشان بكره لا صار لي شيء لا سمح الله في شاهد انه موجوده ذي ما لي لزوم اخوك شاهد اخوك ويا خالد ايش 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 دخلني انا دخلني طيب ايش رايك ايش رايك بشكل عام انا اكلمك ايه لا عيالي ولا عيالك طب اسمع اسمع قول الخراج ود الله يرحم امك رجعني خلي ما علقت والله ولا اديت يا بصره ولا سويت والله ولا شيء ولازم بعد المغرب اكون هناك بعد المغرب يعني الشمس غابت خلاص اللي هذا البلاء برسك في العقال يلا يلا تدري يا ابو خالد انك قهرتني تدري مواعيدك مضروبه ليه يا اخي الناس عندها ظروف عندها طب اسمع اسمع بقول لك اول شيء الارض اللي انت فيها هذه ما نلزوم فيها بقول لك بقول لك بقول لك بقول لك تدري الأرض هذه تجارية وعلى شارع 60 و30 حلو يعني شيء وزاوية طبعا ايه يعني شيء مميز حق محطة 20% فيها حق بنك 20% فيها اي 20% اللي قلت هذا شيء هناك ما قلت شيء سلامتك انا ذاك قلت لك في البداية قلت لي ما ابي لا 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 قلت لي ما ابي والله خلق عيالك بيني ايش دخل عيالك بين عيالك والمحاكم ايش دخل 20% انت ايش تبي انا جايبك نقمة ولا جايبك ماكو نقمة ايش دخلني تجيبني مالي دخل انت تجيبني ايش تجيبني شاهد لا ما اشهد انا ايش ما اشهد ببلاش اشهد بفلوس ب 20% اشهد بفلوس امك 20% ابو خالد وش اللي اجل؟ واجد 20% اشهد ببلاش واجد 20% انت مسكني سرك 100 سنه
سي سنة بلاش مو بسر ذا قد الناس عرفوا علي خلاص بس خلاص داس من الجدو خلاص أنا ما أبغى شهادتك شكرا شهادتي ولا عاد توديني لا ولا عاد تقرب مني أنا بيني وبينكم استراحة بس بس غير أنا ما أطلع وين 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 هاي 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 ها وعزة انزل شيك دقيقه انزل عشان شيء ينزل وشو شيكو ثواني ثواني ايش تبي دقيقه انزل ايش تبي وين هاي 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 سوتي والله خسي هاردينج اركب 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 وضع والله انك تسوي فيها افلام اركب اركب وضع عن شكله اركب اركب والله مشى مشي والله الموضوع بشكك فيه راح ما اركب ما ابغى لا لا والله براس ترى اركب اركب احلف بالله بدون حلف بدون حلف حلفت خلاص اركب يلا لطيف واخر يدك واخر يدك واخر يدك اركب حسيت بشعوري اي شعور سيت صح؟ ايه اركب لا لا اركب تعال اركب اكره السيارة في اكره ليش كلكم تكرهونها؟ تخوف والله تخوف طب اركب اركب تقلبنا انت لا والله ما اركب والله ما اركب اركب لا 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 اركب لا 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 ماشي ولا اني اركب وش شفت السنابات متضحك والله متضحك يقول هذه الارض انزل انزل شوي اركب اركب هذا الارض قدام اطبر قوس تبي اوريك اياها اوريك الارض اوريك الارض والله ما اركب والله ما اركب طب تركب اركب والله على جثتي لا 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 بتركب تركب نايم تركب لا تحل ماشي قريب وين قريب؟ رياضة رياضة عزوز يمكن مولا 17 كيلو بس هناك بس يسار يمين على طول صرت وين يسار يمين عزوز من جدك؟ لا والله وين يسار يمين؟ قريب 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 اركب والله ما توصل لبكرة الصباح اركب ما ابي اركب انا ما ابي اركب انا ما ابي اركب ما ابي اركب ليه؟ لانك بتدخلني لبرا الان بتقروشني عرفت؟ عرفت ليه؟ الله يرحم والديك مرسمة يا جماعة الخير انا وش سالفتي؟ ما حد يركب معي حرفيا والله ما حد يركب معي يا الله زرع كرهتنا بالموتر يا اخي كرهناه كرهناه مالي راح اركب ما قلت لك اني برجعك للاستراحه ما قلت مو هنا الموضوع ابو خالد وين اصبر مو كل مره يشوفنا ذا والله العظيم اللي في الاستراحة كلهم سايكو وش في امكم اليوم انت يا هلا يا اصبر شغلنا يا هلا والله يا هم اثنين احبهم بس تصوير بس تصوير ولا يحبنا ولا في الواقع ما ابدا يعرف يتصنع بس يتصنع والله ان غلاك والله فاتتك الارض اللي اخذتها لا تشوفها ليه تبي تشوفها اركب اركب صدق ليه ليه حمد لا ليه لا طعني ليه طعني شوفني تركز قم تخفيني تخفيني والله العظيم ما راح تشوف الارض والله بكره 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 لا لا الحين ولا بكره ولا الحين ليل 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 لا ما عندي مشكله قام خلنا نصلي الحين وشو يا اخي احبك ولد عمي والله شو مسوي فيهم انت شو مسوي فيهم شو مسوي